مراسلنا أحمد بوشويرب. أحمد، ما هي آخر المستجدات الميدانية في محاور الاشتباكات حول قاعدة الوطية؟ نعم ميس، طبعا نتواجد حاليا في غرفة عمليات محور الوطية. هذه الغرفة التي تشرف على كافة محاور الوطية وتدار العمليات العسكرية من هذه الغرفة. طبعا الاشتباكات يوم أمس وأول أمس كانت على أشدها في عديد المحاور، محاور جبهة الوطية. طبعا أيضا أمس قام الثوار بعديد العمليات النوعية التي كبدوا فيها ما يسمى بجيش القبائل عديد الخسائر، من ضمنها في جنوب العجيب وأيضا في منطقة العسة والعقربية. ميس، طبعا للاطلاع على كافة المستجدات الميدانية في جبهة الوطية معنا حاليا العقيد طاهر الغرابلي، آمر غرفة عمليات الوطية، ليطلعنا على كافة المستجدات التي شهدتها هذه الجبهة اليوم وفي اليومين الماضيين. عقيد طاهر، لو تكرمت بإطلاعنا على كافة المستجدات الميدانية في جبهة الوطية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في اليومين الماضيين يعني كان القتال على أشده، يعني قواتنا التابعة لرئاسة الأركان الجيش الليبي وقوات الثوار المساندة لهم يعني تقدموا تقدم ملحوظ على مستوى محور الوطية، وبإذن الله يعني الأمور ماشية على أحسن ما يرام. الظروف الجوية يعني للأسف اليوم كانت غير ملائمة للعمليات العسكرية، ولكن الحمد لله يعني قواتنا ما زالت تتقدم وما زال اشتباك مع العدو في هذه المناطق. يعني قوات العدو تكبدت خسائر عديدة في المعدات والأرواح في اليومين الماضيين، وهناك استسلام لبعض العناصر منهم. نحن نقول من يريد أن يستسلم أو يسلم نفسه إلى قواتنا يعني سيحافظ عليه بإذن الله. نحن نطبق الدين الإسلامي الحنيف في التعامل مع الأسرى، وبإذن الله يعني سيكون التعامل معهم على أحسن ما يرام. عقيد طاهر، طبعا في مجمل هذه الجبهة أو في نطاق الاشتباكات كم كان عدد الأسرى؟ يعني عدد كبير الحمد لله، يعني من تم استسلام، وهناك من وقع عليه القبض في عديد المحاور. هناك اشتباكات يعني من حين إلى آخر في بعض المناطق، ولكن يعني الحمد لله يعني الظروف ملائمة وقواتنا بإذن الله تتقدم، وسيحدث يعني في اليومين القادمين بإذن الله سيكون هناك يعني شيء ملحوظ بإذن الله. طبعا في ظل هذه الاشتباكات أيضا، هل الخطط العسكرية المعدة لها يعني تسير بنفس الطرق أو بنفس الإعداد الذي أعدتم له، ومدى جاهزية هذه القوات، مدى جاهزية قواتكم للجبهات القادمة؟ الحمد لله يعني قواتنا متناسقة متناغمة يعني بفضل الله وبفضل حكمة ثوارنا البواسل. يعني الخطط العسكرية طبعا تتغير من حين إلى آخر، هذا يعني أمر مفروغ منه، ولكن يعني الأمور بإذن الله يعني ماشية إلى الأفضل إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهها لكافة الثوار ولكافة الأهالي الموجودين في مناطق الاشتباك. إلى ثوارنا البواسل أقول كان الله في عونكم، وبإذن الله يعني سيكون النصر قريب. وإلى ما يسمى بجيش القبائل والقوات الموالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، أقول هذه ليبيا يعني أمانة في أعناق لا بد أن نحافظ عليها ولا بد أن نبنيها بسواعدنا. عليكم أن تضعوا سلاحكم وأن يحافظ على أرواح الليبيين. من خلال هذه المداخلة أقول لكم من يريد أن يسلم نفسه إلينا فنحن بإذن الله سنحافظ على حياته، وسيكون العفو بإذن الله من شيم الرجال ومن شيم أبطالنا البواسل، وهذا ما أريد أن أقوله. شكرا. نعم، شكرا لك. نعم ميس، طبعا شكرا للعقيد الطاهر الغربي آمر محور عمليات الوطية. كما ذكر لنا بأن العمليات مستمرة في هذا المحور، أيضا قوات تابعة لهم أو تابعة لرئاسة الأركان تتقدم بخطى نحو قاعدة الوطية. أيضا كل المحاور تشهد تناغم وتشهد أيضا تنسيق فيما بينها. نعم، مراسلنا أحمد بوشوير كنت معنا من محيط قاعدة الوطية، شكرا لك.